لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة أيد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك، أي للشرك. يعني هنا يذكر المناسبة بين هذه الآيات وما قبلها، فبعد ذكر أدلة التوحيد يذكر الدعاة إلى التوحيد الناهين عن الشرك وهم الأنبياء والرسل ومن كان كذلك. يقول: وكيف أيد الله أهل التوحيد وأهلك من عاندهم ولم ينقد لهم، وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد، لأن كل الأنبياء وكل الرسل دعوتهم واحدة إلى عبادة الله وحده وطاعة هذا الرسول، دعوتهم ودينهم الإسلام كما هو معلوم. فقال عن نوح أول المرسلين: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدون الأوثان. فقال أي لهم: يا قوم اعبدوا الله، وحدوه، أفردوه بالعبادة، ما لكم من إله غيره، لأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وما سواه فمخلوق مدبر ليس له من الأمر شيء. إذا كان الله عز وجل له أوصاف وله صفات الربوبية فهو المستحق لمعاني الإلهية، لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغيره. ولذا نجد الأنبياء دعوا إلى هذه المعاني وليس دعوا الناس إلى الاعتراف بأن الله والإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فهذه أمور لا ينكرها أحد إلا قلة من البشر، وإنما المعركة في توحيد الإلهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة. فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهذا من نصحه عليه السلام وشفقته عليهم، حيث خاف عليهم العذاب الأبدي والشقاء السرمدي كإخوانه من المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. فلما قال لهم هذه المقالة ردوا عليه أقبح رد. فقال أي الملأ من قومه الرؤساء الأغنياء المتبوعون الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق وعدم انقيادهم للرسل، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين. لم يكفهم قبحهم الله أنهم لم ينقادوا له بل استكبروا عن الانقياد له وقدحوا فيه أعظم قدح ونسبوه إلى الضلال، ولم يكتفوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلالا مبينا واضحا لكل أحد، نعوذ بالله. وهذا من أعظم أنواع المكابرة التي لا تروج على أضعف الناس عقلا، وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح عليهم أنفسهم، يعني الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها ونحتوها بأيديهم من الجمادات
التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، فنزلوها منزلة فاطر السماوات، وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القربات. فلولا أن لهم أذهانا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم. لولا أن لهم أذهانا يعني عقولا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم، بل هم أهدى منهم وأعقل. وإلا كيف لعاقل أن ينحت صنما بيده من حجر أو شجر أو غير ذلك ثم يتعبد له؟ فرد نوح عليهم ردا لطيفا وترقق لهم لعلهم ينقادون له، وقال: يا قوم ليس بي ضلالة، أي لست ضالا في مسألة من المسائل من جميع الوجوه، وإنما أنا هاد مهتد. بل هدايته عليه السلام من جنس هداية إخوانه أولي العزم من المرسلين، هي أعلى أنواع الهدايات وأكملها وأتمها، هي هداية الرسالة التامة الكاملة. ولذا قال: ولكني رسول من رب العالمين، أي ربي وربكم ورب جميع الخلق، الذي ربى جميع الخلق بأنواع التربية، الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده رسلا تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة وتنهاهم عن أضدادها. ولهذا قال: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أي وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون، فالذي يتعين أن تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. ونكمل بقية القصة غدا إن شاء الله، وننظر كيف كان عاقبة الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.